كولان كيكو بيتوبناد ايشان غولها وزيرة دالكا جمهورية دا سومالي لان ايه وحاوماتا كاقب سوميا قل كاقسر جا مدحتوية دا سومالي لان وحانا شير قدومين ايه مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيحي عبد ووهيلن ايه مدحوينة كوحيقين كا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي كولان كان ايه وحا لغا سوصاري قوضا برد ورو الله حريدة دانها بلشة دا سومالي لان ايه وليبا تقران كا ماركي وكولان كاسي صورة ما دي وحا قوضا بدا كولان كاسي كا صوبحي ورباهين توفا فاهيي افايين كا اقل كا مدحتوية دا جمهورية دا سومالي لان محمود ورسام جامع فردقان كوبية تمناد إيقلاها وزيرة دالك جمهورية دا سومالي لان ايا وحكا صوبحي قوضا بدا وحا قد لو ساري هيرجلين تا مشروع شغا غران قد دان ايا سو قرشين قاب كي لو فلين لها مشروع سي موادنين تا سومالي لان لوغو چهيو هرومارين تا دل كودا لونا جارو اسكو فلانشو قد دان وحا وزير وسارة دا arrimaha gudaha gaashaandhiga maaliyadda waxbarashada shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha hay'ad shaqaalaha mashruuca shaqo-garan ayaa ka mid ah barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee xilligii ololaha in hay'adaha laga leeyahay dalka Soomaaliya aanay haba yaraatee mashaariic ka fulin karin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in wasaaradaha arrimaha gudaha ee gaashaandhigu ka hawlgalaan ka hortagga aafada tahriibta iyadoo cid kasta oo ku hawlan aafadan tahriibta sharciga la marin doono waa xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa